حياكم الله مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، ويجدد لقائنا معكم وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة. وفقرات حلقتنا لهذا اليوم هي حكمة اليوم، حديث مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو عن التدخل في شؤون الآخرين ونسيان عيوب نفس المرء. الفقرة الثانية هي فقرة المايك والناس، موضوع جدا مهم تناول الناس في هذه الفقرة، فقرة المايك والناس، وهو عن التسامح وأثرها الإيجابي في ازدياد لحمة المجتمع. الفقرة اللي بعدها هي فقرة فوائد الموائد، راح نتحدث من خلال التقرير المعد لهذه الفقرة عن الماء وفوائد شرب الماء والكميات المحددة للطفل والشخص البالغ من كميات الماء خلال اليوم. الفقرة اللي بعدها والوقت المتبقي من الحلقة راح يكون عندنا لقاء مع ضيفنا الدائم اللي يكون معانا كل يوم أحد وثلاثاء، جناب الدكتور محمود زنقنة، مدير المركز الصيني العراقي، للإجابة أكيد عن استفساراتكم الصحية وفي المجال الغذائي. خلينا نبدأ أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا، حكمة اليوم. خلينا نتابع الحديث المروي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حياكم الله مشاهدينا، حديثنا لهذا اليوم والحكمة المفروض أنه نستقيها من علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونخليها حاضرة في أذهاننا في بداية هذا اليوم. حكمة أمير المؤمنين تقول: طوبى لمن كان له من نفسه شغل شاغل والناس منه في راحة وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. حديث غاية بالروعة ونصيحة غاية بالروعة، تسهم في تجديد سلوكياتنا ونخلينا ننتبه إلى نفسنا حتى ننشغل عن عيوب الآخرين. أحاديث كثيرة وردت بهذا الإطار عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضلا عن حتى الأنبياء والمرسلين، أكدوا على ضرورة أن يقي الإنسان نفسه من متابعة عيوب الآخرين ويشغل نفسه بإصلاح ذاته، بإصلاح سلوكياته، ويتعامل مع نفسه. وهذا الإصلاح الداخلي كالعبيد، مصداقا لقول نبي الله عيسى عليه السلام، يقول: لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب، لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب، وانظروا إلى عيوب أنفسكم كالعبيد. هكذا يجب أن نتعامل مع عيوب أنفسنا. ورواية أخرى عن رسول الله تقول: لا يحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. خلينا دائما أنه ندرب أنفسنا على مبدأ مراقبة النفس، هذه النفس اللي تكون في أغلب الأحيان رهينة إلى الغرائز وإلى ارتكاب المعاصي والرغبة الجامحة في إشباع هذه الغرائز. نحتاج ترويض دائما، ولهذا ليش دائما احنا الاشخاص المؤمنين الاتقياء يحاول عندما يضع راسه في نهايه اليوم على الوساده يبرمج كل ما مر به خلال يوم الحياه اللي عاشه، شنو المشكلات اللي واجهها، شنو المعاصي اللي ارتكبها، شنو الاوامر اللي جت من نفس الاماره بالسوء حتى يرتكب المعاصي،
جميل أنه الإنسان يتابع ويراقب نفسه، وبالتالي يحاسب نفسه على كل ما ارتكبته خلال يوم الحياتي. بالتالي لما يتعود ويتدرب الإنسان على أنه يراقب سلوكياته في نهاية يوم الحياتي، حتى لو يأخذ من هذا الـ 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 يعني هذا الجانب وقت بسيط، يعيد شريط يومه، وبالتالي يقف عند الأخطاء اللي ممكن أنه ارتكبها ويحاول أنه يصلحها أو يصححها باليوم اللي بعده. يوم بعد يوم نشوف أنه إحنا لا إراديا بدينا نمتنع عن ارتكاب الذنوب أو المعاصي، وبدينا نعمل الأشياء الإيجابية اللي تصب في خانة تقويم سلوكياتنا بشكل عام. إذن علينا أنه لا نتبع عيوب الآخرين، وصدقوني كل إنسان يحرص على أن يتتبع عيوب الآخرين فهو يشعر بنقص في داخله، يريد أن يعالج هذا النقص أو هذا العيب، لكن يعجز أو يجهل الطريقة اللي يتمكنه من إصلاح هذه العيوب أو العيب الطاغي على شخصيته وعلى سلوكياته. فضلا عن مراقبة النفس وعدم تتبع عيوب الآخرين، يقينا من ذنب كبير عده الله سبحانه وتعالى، لربما من الذنوب الكبيرة اللي الإنسان يرتكبها من دون أن يقيس مدى أضرارها، مدى حالة الغضب الإلهي اللي الله سبحانه وتعالى يعني يوجهه على عباده وهو الغيبة. لما نتبع عيوب الآخرين راح نكون مضطرين إلى أنه نغتاب الآخرين في عدم حضورهم، وبالتالي نذكرهم بالسوء. يعني باب الغيبة حقيقة باب جدا خطير، يجب أنه نطلع عليه بحسب الوصايا والأحاديث المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونشوف الأضرار اللي تقع على الإنسان نفسه وحتى على المجتمع، حتى فيما يخص وصف الحالة بشكل عام للمقابل، هذا قصير، هذا طويل، هذا أصلع، هذا أسمر. حتى في هذه المواضع هنالك محاذير شرعية وأخلاقية حددها الشارع المقدس، يجب علينا أنه نراعيها. جميل أنه نراقب سلوكياتنا، نراقب كلامنا، نراقب وندرب أنفسنا على أنه نكون حقيقة جلادين لذاتنا فيما يخص تقويم كل تعاملاتنا الحياتية، سواء مع أنفسنا ومع الآخرين. جميل أنه يكون الإنسان صديقا لنفسه، يعني عندما يقف أمام المرآة يعاتب نفسه ويتقمص شخصيتين بآن واحد بنفس الوقت. فجميل أنه الإنسان يدرب نفسه على أنه عندما يقف أمام المرآة يحاول ذكر العيوب والمساوئ اللي في داخله، وبالتالي راح ينشغل بعيوبه وينصرف عن تتبع عيوب الآخرين. إحنا بحاجة إلى تكامل أخلاقي بداية، حتى في طريقة تكاملنا الأخلاقي عندما نجد أو نلاحظ شيء معين أو تصرف سيء، يجب أن يكون بدافع التقويم للآخرين، لا بدافع الشر والانتقام والانتقاص من شخصيات الآخرين. لما نأكد على قضية أنه نعرف ماهية وأهمية وجودنا في هذه الدنيا، واحدة من هذه الأهميات والأساسيات والضروريات لعيشنا في هذه الدنيا وخلقنا في هذه الدنيا هو الرسالية. ما ممكن أنه نكون أشخاص رساليين فاعلين مؤثرين بالمجتمع وإحنا نمتلك العيوب والمساوئ ونتتبع عيوب الآخرين. إحنا أعطينا في وقت سابق، وهذا ما يوصي به خبراء التنمية البشرية، أنه عادة حتى ننصرف بشكل عملي خلينا نكون عمليين ونمسك الورقة والقلم. وهذه وصفة لو كل إنسان اتبعها حقيقة راح يعني يشوف نفسه بمرور الأيام هو يطوق العيوب اللي بداخله. فأمسك الورقة وأمسك القلم وأدون عيوبي،
بهذه الطريقة الورقة والقلم أدون عيوبي. ما ممكن أو ما يخلو إنسان من عيوب، من مساوئ، من سلوكيات غير مرغوبة. أجي بالقلم أسجل بالورقة العيوب اللي أني معتاد على ممارستها، أو السلوكيات اللي معتاد على ممارستها. أني أعاني من حالات الغضب، أعاني من حالات الغضب السريع، أعاني من القلق المستديم، أعاني من سوء الظن بالآخرين. هذه أدونها على شكل نقاط. أعمل من هذه النسخة 3 أو 4 نسخ دائما، حتى أستحضر هذه العيوب والمساوئ في شخصيتي. بالتالي لازم أنه أتذكرها في كل لحظة من لحظات حياتي. لمدة 40 يوم أعمل كم نسخة، ووين ما يسقط نظري في يعني اليوم اللي أنا أعيشه على بجوار السرير اللي أنام عليه أخلي ورقة، على الدولاب أخلي ورقة أو نسخة من هذه العيوب، في جيبي أخلي ورقة أو نسخة، في مكان عملي أخلي نسخة. طبعا مو ضروري أنه أنا أخلي الآخرين يطلعون عليها، بالإمكان أنه أخفي هذه الأوراق بشكل يعني يأهلني فقط أنه أنا أشوف هذه الأوراق، حتى لا يكون انتقاص لشخصيتي أمام الآخرين. فعملية تدريبية للنفس، فبالتالي راح أبقى أستحضر هذه العيوب لهذه الفترة، وبالتالي راح أطوق تلك العيوب وهذه المساوئ شيء فشيء. أستحضر هذه العيوب في عقلي الباطن، وبالتالي ما راح يعني أكون ضعيف أمام هذه العيوب أو تستدرجني حتى توقعني بالخطأ. بعد الشهر أقيم، أطلع هذه الأوراق اللي أنا كتبتها بالعيوب، أقيم أنا شنو العيب أو السلوك الغير مرغوب بي، أنا يعني انتفى من حياتي وبديت أسيطر عليه، أشطبه من هذه الورقة، وبالتالي شيء فشيء راح أدرب نفسي على اتباع السلوكيات الجيدة والملكات الإيجابية بعيدا عن الملكات السلبية. نتمنى أنه تكون رسالتنا وصلت من خلال هذه الحكمة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتسيرون حقيقة بهذه الوصفة اللي يعني أنا عن نفسي جربتها صراحة، وطوقت العيوب اللي كنت يعني ما من إنسان يخلو من عيوب، بعض السلوكيات طوقتها واستطعت أنه أسيطر عليها، وكثير أشخاص جربوا هذه الوصفة وشيء فشيء تحولوا إلى أشخاص حقيقة جادين وأشخاص جيدين في مجمل مفاصل حياتهم. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. ينفعنا دائما وأبدا بهذه الحكم والمواعظ اللي تسهم بتقويم سلوكياتنا. خلي أنتقل وياكم مباشرة مشاهدينا إلى فقرة المايك والناس، واليوم الحديث مهم جدا، أو التعليق للمستطلعين مهم جدا، هو عن التسامح. خلي نتابع شنو قال الناس ويا المايك الخاص ببرنامج نوافذ الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لفقرة المايك والناس. طبعا موضوعنا موضوع التسامح اليوم. التسامح من الصفات النبيلة عند الإنسان، فالتسامح لابد منه في المجتمع، فعلينا أن يعني كل إنسان المفروض أن يكون متسامح. فالأب المفروض أن يسامح ابنه، الصديق أن يسامح ابنه عن بعض الأمور اللي تصير عندنا بالحياة. فالتسامح يعني ضروري جدا عند الإنسان، والتسامح علينا أن نتصف بصفات محمد وآل محمد، خير من نتصف بهم. فالله سبحانه وتعالى أيضا مسامح، فعلينا دائما وأبدا أن نتصف بمحمد وآل محمد، لأن الصفات صفة التسامح من الصفات النبيلة عند الإنسان. التسامح صفة من صفات المؤمنين يجب التحلي بها من قبل الجميع،
فاليوم يعني الكثير يخطأ بحقنا من القريب والصديق والأخ، فعليه في مثل هذه الأيام يعني أيام الخير والبركة يجب علينا التسامح مع كافة الناس، وكذلك يعني حتى نعبر هذا الحاجز وننقل طابع المحبة والسلام بين الآخرين. تسامح صفة حميدة إيجابية مكتسبة من أهل البيت، والله سبحانه وتعالى صفة التسامح صفة بها من باب الأخلاق، من باب التعلم، ومفروض الإنسان يكون واجب عليه التسامح بين الأخوة وجميع المؤمنين. وتسامح صفة من أهم الصفات يعني الله سبحانه وتعالى، وواجب الممكن يعني أنت تسامح مع جميع المفردات وجميع الناس. وهذا التسامح الذي أشار به الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة في القرآن الكريم، وروح التسامح روح جيدة، كل إنسان مؤمن يجب أن يمتلك هذه الروح المثالية. والحمد لله والشكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كل هذه الناس أنه تتخذ هذه الروح، وكما أشار لها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاره اليهودي يسيء له ببعض الإساءات ويروح للبيت ويتسامح وياه، وهذه روح التسامح. والله سبحانه وتعالى كما أشار النبي الله محمد عندما قال له إنك لعلى خلق عظيم، لماذا؟ لأنه أخلاق نبي الله محمد، ونحن كذلك نتخلق بأخلاق محمد وآل محمد. من خلال إتقان فن التسامح مشاهدينا نتعامل بالأخلاق الإلهية اللي دائما نكرر، وحتى رجالات الدين وسبقهم الأئمة والشارع المقدس أوصى بها أنه يجب أن لا نقابل الإساءة بالإساءة، بل نقابل الإساءة بالمعروف دائما، ويعني حقيقة نحرر أنفسنا من نوازع الشر والانتقام. وحتى إن وجدنا شخص غير منصلح مع ذاته، متصالح مع الآخرين ومع ذاته أيضا، خلينا أنه يعني نحاول أن يعني نتوجه له بالتأديب من باب التقويم لا من باب الانتقام. يعني احنا دائما لما نأكد على فت قضية مشاهدينا أنه يجب أن يكون كل عمل نقوم به أساسه هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكون التقرب إلى الله؟ من خلال قياس ردة الفعل أو ترجمة هذا الفعل على أرض الواقع، مدى فائدة العباد من هذا من ردة الفعل هذه، شنو انعكاساته على أرض الواقع. إذا كانت إيجابية فهذا العمل فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت سلبية فهو بعيد كل البعد عن الساحة الإلهية. جميل أنه ندقق في تعاملاتنا مع الآخرين، خصوصا نتبع كل الصفات الحميدة اللي تمتع بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واللي كانوا يحملون مبدأ التسامح حتى مع أعدائهم. يعني عندما يعني ينصبون لهم العداء أعدائهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يردون الإساءة بالإساءة، لكن يحاولون أن يعني يبرزوا الطابع الإنساني، الطابع الرحماني في تصرفاتهم، في قولهم، في فعلهم، وبالتالي الكثير ينجذب إلى هذه الأخلاق وهذه الوصايا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احنا هم هذا الحقيقة الموضوع مرتبط بالموضوع السابق في فقرتنا الأولى، التسامح يحتاج إلى تدريب. التسامح يجب أن نتصالح مع أنفسنا أولا، بعدها نتقن فن التسامح مع الآخرين. إذن مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم وفقرات برنامجنا نوافذ الحياة. خلي نتابع الفقرة التالية، هي فقرة فوائد الموائد، ونطلع سوية على فوائد
شرب الماء والكميات اللي ممكن أنه نتناولها خلال يومنا الحياتي. بعدها نستضيف جناب الدكتور محمود زنقنا مدير المركز الصيني العراقي للإجابة أكيد عن استفساراتكم من خلال الاتصالات اللي راح نخصصها في هذه الفقرة. خلونا الآن في فقرة فوائد المواعد. الماء يمثل الماء ما نسبته 50% إلى 75% من جسم الإنسان، إذ أنه يدخل في تكوين الدم والعصارات الهضمية والبول والعرق، بالإضافة إلى وجوده في العضلات والدهون والعظام. ومن الجدير بالذكر أن الجسم لا يمكن أن يخزن الماء، لذا يجب الحصول عليه يوميا، وذلك من أجل تعويض ما فقد منه من خلال الرئتين والجلد والفضلات. وتعتمد كمية الماء التي يحتاجها الجسم على عدة عوامل مثل حجم الجسم وعمليات الأيض والطقس والطعام المتناول خلال اليوم، بالإضافة إلى مستوى النشاط البدني. ولكن يمكن اتباع بعض الإرشادات العامة للحفاظ على مستويات الماء في الجسم، كشرب الماء عند الشعور بالعطش وفي حال ممارسة التمارين الرياضية وعند ارتفاع درجات الحرارة. يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء لتعويض المفقود منه. أما فوائد شرب الماء فهي لا حصر لها، لكننا نذكر لكم مشاهدين بعضا منها. يحسن صحة الفم. من فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحسن صحة الفم، وذلك لأنه يخفف اللعاب والمخاط ويحافظ على نظافة الفم ويقلل احتمالية التعرض للتسوس. يحمي الدماغ والحبل الشوكي. من فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحمي الدماغ والحبل الشوكي والخلايا الحساسة الأخرى من الجفاف، مما يجعله يساهم في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية ويساعد في زيادة التركيز. فقد وجد أن قلة الماء تؤثر سلبا على التركيز والانتباه والذاكرة، ويحسن المزاج ويقلل من التوتر. يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. شرب الماء بكثرة يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق، فعند ارتفاع الحرارة في الجسم عند ممارسة الرياضة مثلا، يخرج الماء من طبقات الجلد الوسطى إلى السطح على شكل عرق فيتبخر ويبرد الجسم. يدعم عمل الجهاز الهضمي. شرب الماء بكثرة يفيد الجهاز الهضمي، وذلك لأن الماء يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك، ويساعد في تسريع عملية هضم الطعام، ويساعد في ذوبان المعادن والفيتامينات والمواد الغذائية. يحافظ الماء على صحة الكلى. فمن أبرز فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحافظ على صحة الكلى، وذلك لأنه يزيد من إدرار البول، وبالتالي يخلص الجسم من الفضلات والسموم الذائبة في الماء ويقلل من تكون حصى الكلى. يساهم في إنقاص الوزن. وجد أن شرب الماء والحفاظ على الترطيب الدائم يساعد في عملية تخفيف الوزن، حيث أنه يوجد رابط بين شرب الماء بكثرة وتخفيف الوزن من خلال الآتي. يثبط الماء الشهية. فشرب الماء قبل الوجبات أو عند عدم الإحساس التام بالشبع يشعر المعدة بالامتلاء، فترسل للدماغ بإيقاف تناول الطعام. كما أنه يساعد في حرق الدهون، فوجد أن الأشخاص الذين يشربون الماء البارد وماء بدرجة حرارة الغرفة كان حرق الدهون لديهم أكثر بمعدل 2-3% خلال 90 دقيقة، مقارنة بالوضع من دون شرب الماء. صحة وهنا على قلوبكم. أكيد يوصي خبراء التغذية بتناول شرب الماء على الريق طبعا،
من الأساسيات حتى يخلص جسمنا من السموم ويساعد على تنظيف الجهاز الهضمي بشكل عام وخصوصا المعدة باعتبارها أنها بيت الداء. وكثير من عندنا لربما ينسى شرب الماء خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة، ما يحتاج إلى كميات من الماء، فبالتالي يكون جسمه محتاج للماء لكن بالوقت نفسه ما يشعر بالعطش. هذا السؤال طبعا راح نطرحه على جناب الدكتور محمود زنقنة مدير المركز الصيني العراقي اللي نورنا اليوم في حلقتنا. حياك الله جناب الدكتور. الله محييك، الله يعطيك الصحة والسلامة والعافية. الله يبارك فيكم، محمد صحتكم تمام إن شاء الله. الحمد لله خير ونعم. أكيد احنا نتعلم منكم الأنظمة الغذائية والمحافظة على الصحة باعتباركم متخصص في هذا المجال. دكتور، شفت التقرير تحدث عن شرب الماء، طبعا أغلب النسب اللي يعني تكون عالية في عدم تناول شرب الماء هن ربات البيوت داخل البيت سواء بالصيف أو بالشتاء، ما تشعر بالعطش فتنسى في أغلب الأحيان تشرب المي. شنو فوائد شرب المي حتى وإن كان الإنسان ما يشعر بالعطش دكتور؟ هي عادة، طبعا عادة غذائية غير صحيحة ترك شرب الماء. والإنسان مثل ما تفضلت حضرتك أن ربات البيوت مو مثل الرجال طلعون بالعمل و24 ساعة حر وشمس وحركة دائمة مستمرة. نعم. فشوف يتعرق، تزيد نسبة التعرق، عدة درجة حرارة جسمه ترتفع شوية فيفقد السوائل، يحتاج إلى سوائل. أما ربات البيوت تلقاهن بالمطبخ وبالبيت وتكييف ومو ماكو شمس وهاي فتنسى نفسها. احنا نعرف ان نسبة الماء بجسم الانسان تقريبا تكون تقريبا خلينا نقول ثلثين من جسم الانسان. الماء هو طارد للسموم، يطرد سموم الجسم عامة، يعني منقي ويساعد على طرد السموم من الجسم. جميل. واحنا نعرف ان الماء يدخل الى الكليتين او السوائل عن طريق الدم وتدخل الى الكليتين وتنظف الكليتين وتنظف السموم وتطرح السموم عن طريق الكليتين، هذه واحدة من وظائفه. اللي دائما ما يشربون الماء او يبتعدون او ما يحبون المي، هواي ما يحبون يشربون المي، شو تلقى التهابات المجاري البوليه عندهم، الرمل عندهم، الكريستال حصل كله تتكون عندهم، ومشاكل كثيره. شوف اللي يشرب المي ما تتكون عنده هذه الامور، اللي يشرب المي يكون اصحاب اللي عندهم دائما، نشوف اللي يجينا مثلا ضغطه مرتفع، اول شيء نقول له روح اشرب لك فد لتر مي، فد بطله انا بنص لتر من هذا. نعم. اشرب مي، شو ورا ربع ساعه من شرب اللتر المي ينزل ينخفض ضغطه. نعم. ابو السكر كذلك، حتى دهون الدم مثل ما سمعنا بالتقرير، يعني كثير من الامور. نعم. يكون شرب الماء مفيد له. اذا شو توجه نصيحه الى ربات البيوت تحديدا؟ بلي. باعتبار انه درجه حراره ثابته بالبيت. بلي. فما تحتاج الى شرب المي. احنا اكو هوايه ما يحبون طعم المي. نعم. يعني ما يحبون المي، يقول اريد فشيء. احنا الغدد اللعابيه وجسمنا غدد جسمنا تعلمت على الشيء المسكر الحلو. نعم. زين، فتشوفوا المي بعد ما يستساغ ما يحب المي. شو نسوي احنا؟ نجيب فد قدر نخليه على المي، نخليه على النار، نخلي بيه فد لترين ثلاثه مي، نجيب فد اربع ليمونات، ثلاث ليمونات شرائح نسويها، نذبها بالقدر يعني ورا ما يغلي نخليه بالقدر، نعيفه الى ان يبرد، نخليه ببطل او شيء نخليه بالثلاجه نشرب من هذا، بيه طعم ليمون، بنكهة الليمون، بقليل من الحموضة. ما يأثر على حموضة المعدة دكتور؟ أو لا لا ما عليه حموضة، آثار جانبية للمعدة يعانون من الجالي من مالي. احنا بالعكس أعتقد تكلمنا بحلقات سابقة أن الجالي والحموضة هو نقص بحمض المعدة مو زيادة بحمض المعدة. نعم. وحامض الليمون وخل التفاح بالتحديد أو أي مادة تحتوي على الزنك هي تزيد من حموضة المعدة وتعالج تزيد اقصد من الماده الحامضيه اللي موجوده بالمعده، يجب تكون بتركيز قوي حتى ما تخرج من فتحه المعده، لان هذه فتحه المعده تغلق بتركيز الحامض القوي، وهذا الله عز وجل يعطينا انذار، لان احنا قلنا المعده بيت كل داء، فالحامض القوي يزيد سد هذه الفتحه، فتحه المريء، فتحة بوابة المعدة، حتى لا يخرج الحامض إلى الخارج. عند ما يضعف الحامض بالمعدة راح تنفتح تترهل هذه الفتحة وقليل من حامض يطلع. إذن ما له علاقة الليمون أو خل التفاح
زيادة حموضة المعدة. لا ما يعني بالإمكان أنه يتحول إلى مادة قلوية طبعا خلال دخوله للمعدة دكتور. بلي حامض الليمون هو مادة حامضية بخارج الجسم ولكن بداخل الجسم يتحول إلى قاعدي. نعم. عكس اللبن، اللبن أو الحليب خلينا نقول. نعم. الحليب هو قاعدي خارج الجسم ولكن عندما يدخل إلى الجسم راح يتحول إلى مادة حامضية. نعم. هنا هذه القلوية هنا تختلف بلي عندنا بنوعها خارج الجسم وداخل الجسم شنو تتحول، شنو اللي راح يعرفها جسمنا بلي. فهذه تزيد نسبة الالتهابات، المواد اللي تتحول إلى حامضية أو تحول خلايا الجسم إلى حامضية تزيد نسبة الالتهابات. إذن هذه النصيحة اللي وجهها دكتور محمود إلى كل المشاهدين كل المتابعين مشاهدينا أنه لا ضير أنه نقطع ليمونة حتى لو في البراد، نغلي يعني قدر من المي ونضع به هذا الليمون ونتناوله خلال يومنا الحياتي، أكيد راح يكون إلى فوائد كبيرة على صحتنا، وأول هذه الفوائد هو طرد السموم من الجسم. خلينا نشوف أول اتصال ويانا الأخت نضال حسين من باب الحياة. إن شاء الله يا نضال وصبحكم الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله. حياة إن شاء الله نضال. أنا هذاك يوم الاتصال فيكم. نعم حياة إن شاء الله. وقلت لكم ما عندي أمراض، أنا بي مرض صرع. صرع؟ اي نعم. صحة والسلامة إن شاء الله. وعندي فقر دم عام. فقر دم؟ اي وعندي نقص كالسيوم. ونقص كالسيوم نعم. ان شاء الله راح تسمعين الإجابة من الدكتور. نعم. كالسيوم شفتي عن طريق الأشعة أو بالتحليل؟ بالتحليل أخذت على حسابي. تحليل ماشي عيوني. عمرك وفصيلة دمك ووزنك وطولك؟ ضعيفة كله. ايش قد يعني وزنك؟ ما قايفته والله. طولك ايش قد؟ طولي يعني ما طول يعني قصير هذا. زين يعني ناعمة. عمرك ايش قد؟ 21 يعني بالسنة الجديدة طب 21 إن شاء الله خير عيوني. اسمعينا من الصحة والسلامة إليك يا نضال، شكرا لاتصالك وإن شاء الله الدكتور يجاوبكم على الأمور اللي ذكرتيها. نعم اتصال آخر أكو شباب. نعم طيب دكتور نضال حسين تعاني من الصرع مالي. فقر الدم الحاد ونقص الكالسيوم مالي. بالنسبة لنقص الكالسيوم نبدأ من الأخير، أنا ما أعتمد على تحليل نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم الكالسيوم متوفر بجميع الأغذية. نعم. إنزين تقدر تستخدم الكالسيوم عن أي طريق يعني، فنادر أو قليل ما يكون عندنا نقص كالسيوم بالدم، لكن نقص الكالسيوم إذا كان بالعظام هنا يختلف. يعني أنا قلت له هنا أكو أشعة، لازم أشعة كثافة العظم تروح تأخذها BMD. نعم. فتشوف إن نسبة الكالسيوم هل هي صحيحة بالعظم، كثافة العظم هل هي صحيحة أو بيها مشكلة. هذه خلصنا من عليه، لأن الكالسيوم متوفر بالألبان، متوفر بالخضار، كل شيء متوفر الكالسيوم. نعم. تريد تزيد نسبة الكالسيوم تخلي تأخذ التين. أي واحد عنده نقص هشاشة عظام خلينا نقول أو عندهم نقص الكالسيوم، تأخذون تين مجفف يقطعوه يخلوه في الشيشه مع المعجون زين. يجيبون ديرون فوقها زيت زيتون. يعيفوا لمده اسبوع الى اسبوعين، بعد ذلك يضربوه يخلوه بالخلاط ويضربوه بالخلاط، فراح يصير على شكل معجون. كميه زيت الزيتون ايش قد اللي شيشه تنترس يعني. احنا مو احنا نقطع الزي التين نترس. نعم. الشيشه. نعم. ونترس شيشه من التين المقطع المجفف، ندير عليه زيت زيتون الى ان تنملي، نترك اسبوع الى اسبوعين، يفضل اسبوعين تترك. نعم. وبمكان حار او امام الشمس مقبقة زين. بعد ذلك نخليها بالخلاط. نخليها بالخلاط، نضربها بالخلاط، هذه راح يصير على شكل معجون. نجيب قد الكمية نفسها، قد الكمية نفسها نجيب راشي او نجيب نص الكمية سمسم نضيفه وياها بالخلاط، فراح ينخلط يصير على شكل فد معجون جيد ومفيد للي يعانون من نقص الكالسيوم واللي يعانون من نقص هشاشة العظام. يوميا يقدر ياكل من 8 الى 12 ملعقة طعام من هذا. حتى طعمهم مستساغ يعني. كلش طيب. نعم. كلش طعمه طيب ولذيذ. هذا مفيد، وصفة صحية مفيدة للتخلص من هشاشة العظام ونقص الكالسيوم. فقر الدم؟ فقر الدم تأخذ الزبيب اللي معروف الزبيب الأسود، تنقعه تضربه بالخلاط ويصير على شكل عصير، قلاص زبيب واحد ويا ثلاث قلاصات مي،
تنقعه طبعا بالليل اول، وثاني يوم تضربه بالخلاط وتشرب هذه الاربع قلاصات على مدار اليوم الواحد يوميا، تكرر هذه العمليه. مغلي القريص، اذا اخذنا القريص غليناه هذا يفيد في عمليه فقر الدم، يزيد نسبه الدم عندنا. الاكثريه يعانون فقر الدم وعندهم نقص بمخازن الحديد. الفولاذ هذا الشيش مالت البناء اللي قاعد اللي يبنون به الجسمه، ناخذ عده شياش من الفولاذ، خلينا نقول بهالكبر الحجم، نظيفه نغسلها جديده نظيفه، نجيبها نخليها على نار، نخليها على النار الى ان تصير حمراء، نشيلها نخليها بقلاص من الماء. هذا المي، هذا المي هو غني بالفولاذ او يسموه الفولاذ الميت، زين. هذا يعالج لنا فقر الدم. امهاتنا طبعا قبل ما كانوا يعانون فقر الدم ومشاكل فقر الدم، ليش؟ لان كانت القدور او الاواني اللي نستخدمها كلها مستخدمه من النحاس ومن الحديد ومن الفولاذ، يعني مو هسه كل الفافون والبايركس والمعدن وهذا المطلي والمواد السامه هذه. اي وحتى الشمشه والخاشوقه كانت كلها من الحديد، اذا تتذكر القديم هذا الحديد المغلون همتين كان، زين. هذني شوف الام من تطبخ كان دائما تخلي الشمشه مالت الاكل بالقدر موجوده، هذه هي عباره عن حديد، هذا الحديد الكش كشتي فولاذ يسموه او الحديد المعدوم، زين. هذا الحديد المعدوم يتسرب الى الطعام، في الطعام مالتنا راح يكون غني بالحديد، فما يصيبنا فقر دم. جميل. بالنسبه للصرع، الحل الوحيد لها بالنسبه للصرع ان تاخذ تطبق نظام الغذاء الكيتو، او اذا ما تقدر تطبق بما انها وزنها جدا ضعيف، تحذف الشكر والتمن والخبز من حياتها، والزيوت النباتيه والحليب، هذا اللي تحذفهن خلال اسبوع راح تتحسن. قطره زيت البنفسج بفتحه كل انف 3 مرات باليوم، مغلي الاسطقدوس الهندي، يعني تاخذين الاسطقدوس الهندي، شلون تسوي لي شاي تخدري مثل الشاي؟ بهذه العمليه تاخذين مغلي الاسطقدوس او منقوع الاسطقدوس، منقوع الاسطقدوس الهندي، شربيه 3 مرات بعد الاكل، والشربين الناردين، الناردين المخزومي، تاخذين عشبه الناردين، ايضا تطحنيها، تاخذين ملعقه شاي من عندها مطحونه، يجب ان تكون بقلاص ماء مغلي، وتشربيها صباحا ومساء. احسنت. ان شاء الله تخلصي من ان شاء الصرع. الله تعالى. خلينا نشوف اتصالنا الثاني من الاخ ابو احمد. حياك الله يا ابو احمد. الله يحييك يا حبيب قلب الغالي. الله يبارك فيك ابو احمد، 100 هلا. من وين ابو احمد؟ من بابل. حياك الله ابو احمد، 100 هلا. تفضل ابو احمد، الدكتور يسمعك. والله يعني بالنسبه لي عندي انتفاخ في البطن كلش قوي. نعم انتفاخ. نعم، وعندي غازات اضافه الى امساك دائما، يعني اذا ما اخذ علاج ما يصير عندي خروج. نعم. شنو العلاج اللي تاخذه للامساك؟ ما اخذ، هو اخذ له سنمك، ياخذ شي اعشاب. بلي. نعم، مرات اروح للدكتور ينطوني للصيدليه ينطوني هذا الحبوب الملينه. بلي. نعم. ان شاء الله خير. فصيلة دمك ووزنك وعمرك؟ نعم، عمري 58، وزني 114. ما شاء الله. بلي. فصيلة دمك ابو احمد؟ أيضا. عمرك ايش قد قلت لي يا ابو احمد؟ 58. 58. نعم. ان شاء الله. نعم. خير. ضغط عندك؟ نعم عندي ضغط. عندك ضغط، ان شاء الله خير، اسمعنا من التلفزيون ويكون خير دائما، ان شاء الله. يعني ذكرت بطن منفوخه دائما، يعني تدلل تؤمر امر. بالصحة والسلامة لك يا ابو احمد، تحياتنا لحضرتك. نعم دكتور، صارت مشكلة العصر الانتفاخ والغازات والقولون إن شاء الله إذا أراد. نعم. الله عز وجل على الحلقة القادمة أحضر لكم إن شاء الله، نتكلم عن القولون بالتحديد. نعم. نخلي ما ناخذ اتصالات إذا تحبون. وأعطي وصفة تغسل القولون، تغسل الجهاز الهضمي، تغسل الأمعاء، وتعالج القولون نهائيا. يعني قولون بعد ماكو ينسوه. جميل. بشرط ان يلتزم ببرنامج غذائي، ياكل ويشرب اللي يعجبني انا مو اللي يعجبه له لمده 4 اسابيع، راح يتخلص. مثل الاخ ابو احمد ليش سالته على الضغط؟ لان تعطيه وصفه، الوصفه هذه تزيد من الضغط، زين. بشرط اللي عنده ضغط يتخلص من الضغط، يتخلص يتخلص يعني بدون علاج. جميل. يقطع العلاج ويتخلص من الضغط اذا التزم، يتخلص من القولون، يتخلص من الامساك. نعم. يتخلص من السكر اذا كان النوع الثاني، اذا التزم بالبرنامج الغذائي وبدون علاج ينتظم عند السكر، ويقطع علاج الضغط. جميل. وكثير امور، يعني اللي يعانون من مشاكل نفسيه، اضطرابات
الاستفاد بالنوم كلها تنتظم عندهم. جميل. اذا ان شاء الله راح نخصص الحلقه القادمه عن القولون، علاج القولون، وصفه سريعه اذا امكن. بل بالنسبه الى اذا ما كان عنده ضغط، اللي ما يعانون من الضغط ياخذ ملعقه طعام من ملح البحر او ملح الهملايا في غلاس ماء مي ورد يخوطه ويشربه، بعد دقيقتين الى ثلاث دقائق يصير عنده لعبان نفس ويستفرغ ما موجود من خلط بلغمي بالمعده. هنا القولون عنده خلط بلغمي بالمعده وبالامعاء، هذا سبب القولون. ناخذ تاخذ الورق ورد ورق الملح يسموه، ورق الملح تطحنه وملعقة شاي لهم بعد كل وجبة أكل، أو تخليها بنص استكان شاي وتشربها تعالج لك القولون. تأخذ الكمون، الكمون يفضل الكمون الأسود مو الكمون الأخضر، الكمون الأسود والنوم وبصرة وسكر النبات مقادير متساوية، تطحنهم مع بعض، تأخذ ملعقة شاي لهم بعد كل وجبة أكل، مفيدة التخلص من القولون. وأنصحك لوجه الله تعالى أنت وكل واحد يستخدم السنمكي، السنمكي يمنع استخدامه أكثر من أسبوع، لأن السنمكي اللي يستخدمون السنمكي راح يعالج، راح يلين بطنهم وبطنهم تشتغل. ولكن الاستمرار على استخدام السنمكي يأخذ البطانة المخاطية اللي موجودة بداخل الأمعاء، فبعد فترة يزيد لك الإمساك، وبسبب السنمكي يعني أعراض استخدام السنمكي هو الإمساك المزمن. وإذا صار عندك بطانة الأمعاء أخذت من بسبب السنمكي يعني بعد ما لك علاج، يعني عندك إمساك مزمن يصير. جميل. وما حد ما راح يعالج. نتمنى أنه المشاهدين يأخذون بهذه النصائح دكتور، حتى ودائما يرجعون إلى المتخصصين حتى لا يعانون من مشكلات أكبر. ويانا اتصال آخر، سجا علي من العمارة، حياك الله يا سجا. اهلا وسهلا، اريد الدكتور وياي الدكتور. نعم يسمعك الدكتور سجا، تفضلي. والله عندي رب وكاتلني كتل متت من عنده، ما خليت الدكتور، ما رحت لاعشاب خبير، وصار عندي ضغط من وراء، وصار عندي سكر وسمنيت وقولون، يعني كلش متت تعبت. شنو عندك يا سجا؟ ربو ربو. عندي ربو والله ربو. بل. ربو. ايش قد عمرك ووزنك وفصيلة دمك؟ وزني والله واي هيك 120 هيك يعني. بلى. نعم. اي والدم مالي يمكن زائد هيك. ان شاء الله. يعني تعبت ما خليت تحاليل، الربو كلش خانقني يعني بلغم ليل ونهار. يعني اشرب دواء ما اشرب، يعني تعبت تعبت. جيد ان شاء الله. صحة والسلامة يا سجا. صحة والسلامة. اي والله تعبت بعد، اريد من الله والدكتور، اريد من ان شاء الله تعالى. الدكتور ما يقصر بيعطاكم وصفة تخفف من هذا المرض. شكرا لاتصالك يا سجا، تحياتنا لحضرتك. نعم دكتور، علاج الربو. بالنسبة لعلاج الربو يعني هيك مراجعة، هيك شو اسمه، ما أنصح أن أعطي وصفة مباشرة، أفضل أن يراجعونه. أكو علاج وتتخلص من الربو نهائيا، ولكن عموما راح تعطيها فد وصفة. برنامج غذاء الكيتو، البرنامج نظام الغذاء الكيتو تسوي بالدرجة الأولى، تقطع الألبان جميعها، حليب، لبن، أي شيء، جبن، جيمر، الألبان تقطعها، الأكل البارد الرطب طبعه طبعه، مو موجود بالثلاجه، لا طبعه بارد رطب، الخس، الخيار، الباذنجان مثلا، الرقي، هذا طبعه بارد. الباذنجان، الباذنجان يعني احنا نعتقد بانه هو اذا كان بالصيف بارد واذا كان بالشتاء حار، يعني مختلف المزاج. الشجر طبعه بارد، الشجر طبعه بارد. بلي الاكل الطبعه بارد رطب، الطبعه بارد رطب هو مولد للبلغم، هذا يجب ان تقطعه. اي شيء اكله بارد رطب. برنامج غذاء الكيتو جدا مفيد لها. تاخذ الهليلج الاسود، الهليلج، بل الهليلج الاسود تاخذه وتخبط معاه مصطكي بموازين متساويه، هذا الاثنيناتين تاخذ تطحنهن وتاخذ من عندن ملعقه شاي ثلاث مرات باليوم، صبح ظهر ليل، هذه بعد كل وجبه اكل يجب ان تكون. وتقطع يعني من ما تاخذه بعد ما تاكل لمده ساعتين، لا تاكل ولا تشرب شيء لمده ساعتين. تاخذ ورق الصفصاف، العفو، ورق الكاليبتوز، ورق الكاليبتوز، شجره الكاليبتوز تخليها، وتاخذ حفنه من الورق. يحبذ ان يكون مو جاف، الاخضر الطازج، تخليه بالقدر، تخلي فوقه مي
تقبقه زين يغلي، قد ما يغلي ترفع القبق تستنشق البخار مالت الكاليبتوز. جدا مفيد لها. دائما على طول اليوم الكاليبتوز تخلي على قدر، على صوبه، على باي شيء، ويغلي الكاليبتوز حتى يكون الهواء اللي تستنشقه بريحه وطعم الكاليبتوز. جميل. هذا جدا مفيد لها. احسنتم دكتور. ويانا اخر اتصال، من ويانا؟ ام هاجر من باب الحياة. إن شاء الله يا أم هاجر. أهلاً وسهلاً بك، حيا الله الدكتور وحيا الله العزيز. الله يبارك فيك. بنتي عمرها 8 سنوات، عندها تحسس بالقصبات، يعني من تبرد من تنشل، ظل حالها مستمرة وما تطيب إلا أوديها للدكتور، والعلاجات خلتها تسمن يعني. نعم. وزنها زايد. فقلت لك أريد تاخذ أعشاب طيبها، أنا قبل يومين وديتها نطاها تلقيح تحت اللسان فرنسي وأوبر أوبرتين. بس خايفة من العلاج، يعني أخاف ورا فترة هم ترجع لها، ثاني شيء نهائي يعني أعالجها. أحسنت، إن شاء الله صحة وسلامة لكم ولبنتكم يا أم هاجر. شكرا. اسمعوا جواب من الشاشة مع الدكتور محمود زنقنة. شكرا لكم يا أم هاجر. حياكم الله. نعم. طبعا بالنسبة للأخت وللطفلة هذه بالتحديد يجب أن نقطع الألبان مثل الأخت هنا، نفس الشيء. نعم. عملية التحسس هي مشكلة مناعية، يجب أن نقطع الألبان، يجب أن نقطع الأكل ذات الطبع البارد الرطب، ويجب عليها أن تقطع عن البنت، عن بيتها، الشكر أو أي شيء بيه شكر. الخبز والتمن، يعني المأكولات اللي طبعها بارد تقطعها ولا تعتاد على تناولها؟ لا تقطعها، الأكل البارد الرطب. نعم. قلنا. نعم. بالي تقطعها. نعم. وتقطع أي شيء بيه شكر، الشكر أو أي شيء بيه شكر، ويعني السنسات والشبس والماذا كله تقطع، ممنوع عنه. نعم. وبعد التمن تعطيها ربع الكمية اللي تأكلها، الخبز تعطيها ربع الكمية اللي تأكلها، فاكهة واحدة باليوم تحول غذائها، تزيد نسبة الدهون بالغذاء. احنا طبعا نشوف كل الانتيهستامين اللي المضادات الحساسية. نعم. اللي يطوها هذه كلها تزيد من عملية شراهة الطعام وتفتح الشهية للطعام. نعم. ومو بس هيجي، تحبس السوائل بداخل الأنسجة. هذه مهمة هنا، وحبس السوائل بداخل الأنسجة جدا إلى ضرر على جسمنا. نعم. إذا تقدر، إذا طبعا أنا اللي عندهم أمراض نفسية دائما، يعني حد عندنا علاجات متوفرة ولكن يجب أن ننظمها، وما أقدر أعطيك علاجات هي بها سمية. نعم. فأخاف علي أقول لها روحي أخذي، خاصة للطفلة، روحي أخذي فلان شيء وبها نسبة سمية هذه. نعم. تزيد من هذه الكمية أو يطوها غير شيء، أو يطوها شيء باقي يعني قديم. نعم. أو ما متعارف عليه، ما موجودة، يعني بعض الأعشاب اللي نشتغلها اللي نجيبها هي صينية وباكستانية، ما موجودة بالسوق فما يقدرون يحصلون عليها. نعم. أو يروح ياخذ مثلا، يقول له انا اريد الهليلج، وهذا ما شايف الهليلج، خلينا نقول مثلا الهليلج. نعم. هو ما شايف الهليلج، يروح يعطي اي شيء، كان اكو كثير يعني ما عندهم مخافه رب العالمين يعطون يبيعون هيك شغلات. فيحبذ يفضل ان تبدا بالبرنامج الغذائي هذا، مفيد لها. المصطكي والهليلج الاسود اللي قلنا الاخت اللي قبلها ايضا مفيد لها وفعال. ورق الكاليبتوز جدا مفيد لها. تأخذ أيضا النعناع والبطنج، اثنينات المقادير متساوية، نعناع وبطنج، خلينا نقول من كل واحد تأخذ 25 غرام. تأخذ ورق الصفصاف مقدار، ورق الكاليبتوز مقدار 10 غرامات، وتأخذ نفس المقدارين اللي احنا قلنا 25 غرام من 50 غرام، يعني ضعف المقدارين الأولين، تأخذ من البابونج. هذين تطحنهن وتأخذ خاشوقة شاي بقلاص ماء مغلي، تهدرهن مثل الشاي وتشرب هذا الجلاس 3 مرات باليوم، راح تتخلص من من كمية التحسس. أكل الكركم، الكركم كلش مفيد له بالتحسس، اللي يعالج من التحسس، لأنه هو كورتيزون طبيعي يعالج مضاد للحساسية طبيعي بالي. والله يعين أم هاجر على بنتها، باعتبار أنه الطفل دائما ما يستسيغ هذه الأطعمة، فبالتالي الله يعينها، وإن شاء الله أعطيتوها وصفة ناجعة وناجحة، إن شاء الله تساهم في الصحة العامة. الوقت انتهى دكتور، ونعتذر عن استقبال بقية الاتصالات مشاهدينا،
ونشكركم الشكر الجزيل وثناء جميل الدكتور محمود زنقنة مدير المركز الصيني العراقي على هذه الوصفات، واكيد في سجل حسناتكم. شكرا لكم دكتور. الله يبارك فيكم ويعطيكم الصحه. حياكم الله. شكرا لكم مشاهدينا ايضا على حسن المشاهده والمتابعه، على امل ان القاكم يوم غد في حلقه نهايه الاسبوع من برنامج نوافذ الحياه. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.